طبعا شات جي بي تي ممكن تستخدمه كمترجم، وممكن تستخدمه كمدقق او يراجع او يصلح الاخطاء، كل عليك ان انت تقول له. فانا قلت له انا عندي جمله عايزك تترجمها لي ويتصلح لي السبيلنج لو في اي مشكله فيها ويتحسنها كمان، تمام؟ فادينا له جمله وهو بدا ان هو يعيد صياغتها. وخلي بالك كل ما بتقول له جنريت ريسبونس بيبدا يجيبها لك بصيغه اخرى.